صبري نكمل على البوز. طب نشوف ماشي يا جوز، ده مش مشكله عند صبري، مش مشكله عند ما هتلاقيه اول ما بيسمع البوز هتلاقيه عمل بوز هو سعيد. يلا سعيد ان انت عملت، ورينا البوز. يا حبيبتي يا غلبانه، بس غلبانه ازاي يعني؟ حرام عليك يا صبري، حرام عليك يا صبري، خرجني بذمتك. ده كل ده بوز يا صبري بس يعني عمل لك الفانيلا. مش انا اللي بعمله، عمل لك الفانيلا. بتعمله مش انا، احنا بنعمل كده. او بتبقى رافع حواجبها كده، عامله زي الثمانيه كده الحواجب، بذمتك. هو ده بصراحه يعني، ده بيبقى موجود دي يعني، المشهد ده بيبقى موجود من قبل الجواز عموما يعني، من قبل حتى الخطوبه ومن قبل الارتباط ومن قبل اي حاجه. هو ده بيبقى في العقل الباطن تقريبا. ده بيبقى في العقل الباطن تقريبا. طب انا عايزه اقول لك يا صبري، طب فسنت انت رديتي عليه، ردك ده جاي منين؟ بصي بقى، في العادي الراجل بيبقى مش مهتم بالست اصلا بعد الجواز، هو دلوقتي قاعد بيلعب بلاي ستيشن مش فاضي، هي قاعده محضره العشاء وكل حاجه جاهزه وهو مش موجود، نفض. وده واقع وبيحصل، ما بيسمعش، ما بيشوفش، ما بيقدرش. ما فيش رومانسي يا سالي. بصي عامله شمع ومضبه الصوفه وحاطه مفرش اصلا. انا بيتهيألي الراجل اصلا لو دخل لقى مراته عامله كده، انت عامله نفسك كده ليه؟ هو انت شكلك عامل كده وايه ده؟ وايه الشمع ده؟ هيعمل هنولع في البيت ولا ايه؟ البيت هيتحرق. لا هو كمان ولابساله زي الست اللي كان بيتفرج عليها في التلفزيون من شويه. لا بتاعت التلفزيون غير. لا طيب تعرفين بقى يعني، مثيرا للسخريه ان اللي بيشتكي منه صبري واللي بتتقول عليه بسنت، هما الاثنين دول نفس الصوره بالظبط. هما الاثنين نفس الصوره بالظبط. الست عايزه تتكلم عن مشاعرها وعايزه حد يسمعها ويديها اهتمام، والراجل عايز يقعد في الكهف بتاعه اللي احنا بنتكلم عليه كتير قوي يا سالي. للاسف دي رجاله كتير قوي بتقع في غلطه الستون وولينج، اللي هو بناء الحجر اللي بينهم وبين بعض. ما بيبقاش فيه مشاركه. انا اصلا مش سامعك. مفيش مشاركه. اقعدي اهري اهري اتكلمي. وده غلط كبير جدا بيقع فيه الرجاله، والغلط اللي بتقع فيه الستات ان هي ما بتاخدش بالها لما جوزها بقى عايز ياخد وقت البريك بتاعه في اللا شيء، بلاي ستيشن جيم. القوقعه بتاعته هو بقى، وقته هو الخاص بيه. بتيجي ده انت ليه مش بتسمعني؟ انت مش معايا دلوقتي. طب انا عايزك دلوقتي تسمعني. طب هلبس لك نانسي عجرم. طب هلبس لك مش عارف ايه. ورايح الشغل ازاي بتشتغل وسايبني؟ انا في مشكله كبيره جدا، المايه قطعت مثلا. يعني هي دي النقطه. لا هو بيديها التحذير. فلو الراجل سمع مشاعر الست ما سمعش كلامها، سمع مشاعرها في الحالتين، الصوره دي هتلاقيها اتحلت. طبعا عندنا للاسف نموذج كبير من الرجاله بيقعوا في غلطه ان هم بيدمنوا البلاي ستيشن او بيدمنوا الشغل. وبالمناسبه ادمان الالعاب وادمان الشغل هو نوع انواع الادمان وليه علاج، والناس ما تعرفوش ليه مصحات للعلاج منها، زيها زي المخدرات بالظبط. انا عندي سؤال، وهنا للاسف الشديد على غير العاده انا هاجي على الست من واحد ابو عراب. للاسف هل فكره ان الست غالبا بتبقى لما بتتجوز اللي هو انا جيت عشان ارمي حمولي عليك بزياده، فكره ان هو ايه، ممكن تبقى هي بتعمل حاجات كتير جدا في بيت اهلها لنفسها، ممكن تبقى هي بتجيب الراجل وتقف مع السباك وهو بيصلح الحنفيه، وكانت بتنزل وتروح تعمل عربيه، بس اول ما بتتجوز اللي هو خد بقى خد دول بقى شيلهم، فالراجل بيبتدي ان هو يستخبى من ما هي ما بتساعدش قوي. هقول لك انا بقى، هكون مع ست عبد الراجل، حقها مش هو اللي له قوامه؟ مش هو الراجل؟ مش احنا اتفقنا ان القوامه تعرفها ان يقوم باعمال البيت، يقوم بدوره عنها؟ طبعا دور، ومن ضمن القوامه انه يسمعها، ومن ضمن القوامه ان بقدر الامكان يشيل عنها. وفي نفس الوقت كنا بنتكلم انا وجيسي قبل الهوا في الموضوع ده، كل ما هتدي للست تقدرها وتقدر اللي هي بتعمله، حتى لو ما قدرتش تقدره ماديا او ما قدرتش تقدره جسديا، هي بتشيلك فوق دماغها. كلمه صح، كلمه هي كلمه الاثنين على فكره. وهي تحسها. عايز المشكله بقى، ما انا قلت لك بحبك اول امبارح في ايه؟ عملت فينا ولا لا؟ هي عايزه تحس ان هي مسموعه، ان هي مشاكلها يعني بتحصل في بيوت كتير قوي، تلاقي ست بتحكي عن مشكله زي ميه قطعت كان بيقولها صبري، بتيجي تتكلم عنها وبتحكيها بتقول لك انا عارف الكلام ده في الاخر كلام تافه وملوش لازمه. للاسف دي غلطه كبيره قوي بيقع فيها الراجل. ليه؟ بصراحه انا كان عندي حاجات في الشغل اهم. غلط. قول لها لا والله معاكي حق. مين ده انت؟ ما دي حمل كبير بالنسبه لي. طبعا اسمعي الكلمتين البصاط دول بالمناسبه مع الستات ومع الاطفال ومع الرجاله كمان. مع الرجاله يعني لو حد جه قال لك شكرا ان انت تعب نفسك طول اليوم في الشغل وانا مقدره وانت بتجيب لنا وبتعمل لنا، بس يعني لو عندك خمس دقائق تقعدهم فيها معايا مش حاجه. بس فكره ان الكلام انا مقدره شغلك ومقدره حياتك، بس انت كمان يعني تعال اقعد معايا شويه.